يا مساء النور، كيف دايرين؟ بخير، اموركم بخير؟ صحتكم باش كتعاودوا؟ كلشي بخير. ايوا الحمد لله. كيف داير مع رمضان؟ غلبتو ولا غلبكم؟ كدير ماشي وات بديتو كتعياو؟ ايوا الحمد لله. المهم كما كتعرفوا كلكم ان رجعت لداري الحمد لله. فبغيت نشارك معكم المهم اشتريت اللي خديت. صراحه ما خديتش بزاف لانه اغلب هادشي اللي كتشوفوا غتشوفوه غير هدايا وكهوات من خواتاتي مع صحباتي. الله يخليك عليهم في هذا النهار، الله يكبر بيهم كما كبروا بيا وتفكروني من كل بلاصه تفكروني، الله يجازيهم بالخير. المهم الا نسيت شي حاجه اختي سمحوا لي لانه بزاف عندي بزاف ديال الحوايج نمرهم لكم. اول حاجه اختي هذا الطريبيش، هذا اختي هذا جبتو باش غدا ان شاء الله غادي نديكوري بشي حوايج وندير فيه، المهم ندير فيه شي حاجه هكذا شي حوايج بحال كيكون فيه داكشي مغربي. فهمتوني كيفاش بغيت ندير؟ ندير شي حاجه مغربيه. ها هو اختي غزاله ولا نحطو هنا. بلاتي غنور لكم هذا الشيء هو الاول باش غادي نحيد هو هنايا عندي هاد شويه هادي. المهم هادشي راه كلشي كان بالكارطونه ديالو غير حيدتها لي، راكم عارفين باش تخشوا في الباليزه. كاينه عندي هاد شويه هادي ولا ديال البسمان ولا ديال المغرب اللي جابتها لي ليلى اختي الله يخلفها ليا الله يكبر بها. جابتها لي هادي جات لي ولا جات كل وحده غادي نقول لكم واش جات ليا. هذه مازال جديده غير حيت لا كارطون كما قلت لكم. واحد الشعريه الصينيه، هاد الشعريه الصينيه جبت منها غير شي ثلاثه ما جبتش منها بزاف. وهادو تما ليلى اختي شراتهم ليا، ها هما هاد الكنيسات هانتوما لكم شتوهم. كانوا هادوك ديال المغرب صراحه الصراحه ناخذهم ويتقشروا لي، قلت صافي اللهم ناخذ هادو يوم معانا المغرب ولا مشيت تتقشر ما يعني انت ما بقاش تقدروا تحطوه. فهادو قلت ناخذ هادو احسن. وقالت لي هادو ديال التخليط، هادو جاتو ليا لي اختي زعما فيهم السعود. انتم عرفتوا فني شوف كيفاش كيدير وراه بالبعود ديالو يعني بالمسيطره ديالهم. هادو المسيطره ديالهم ديال العود هي فيهم السعود، هادو تحطو فيهم تخليطه تتسخفو نيت. لا شي شنو اخر جات ليا ليلى، عطاتني هاد الطنجره. هاد الطنجره البنات هادو راه عندها طقم منهم هادو. وقيلا جوج عطاتهم امل اختي، وحده عندي عطاتني المقله. المقله ما جبتهاش ما بقاش تدخل ليا ولكن خبيتها تنجيبها. صافي وخديت هادي. ها هي خديت هادي هادي زوينه. اجي طلع راه عندي كلشي احمر، راه كل وحده يعطيني حاجه ولكن كلشي سميتو حمرين. حطها ماما تما، حطها تما يلا سير يلا سير. صافي عطاتني هاد النجيره والمقله ديالها. قلت لكم ما جبتش المقله ديالها باش نوريكم واحد المقله عطاتها ليا. يلا سير من فوق الداخل. عطاتني اختي هاد المقله. شوف شوف عرفتي شوفو كتبرد القلب، راه كبيرة شوفو راه كبيرة وكبيرة هكذا وتتبرد القلب. ديرو فيها شي حاجة، المهم ديرو فيها شي بحال داك تشاينيز فود ولا طيبو شي تشاينيز فود ولا شي، المهم شي مقارنة ولا شي حاجة بغيتو ديروها غير سريعة. يلا سير سير شي حاجة غير هكذا سريعة كتجي هنايا. خصني اختي نوريكم كلشي. جبت ليا هاد الطقم هذا فيه هاد السنيسلة هادي وفيه المهم فيه هاي السلسله ديالو ما عرفتش فين هي. هاي ديالو شتو تا السلسله ديالو وفيها توينغز. ها هما شي توينغز ها هما. فيها جبت ليا هاد الطقم هذا. صافي ليلى ما بقى عندك والو هنا سالينا بقى شي حاجه. لا جبت ليا اطر ديال الزيت اختي بلاتي. ها هو اختي جبت ليا اطر ديال الزيت عطاتو ليا. صافي واحد المقيله بقات تما كاينه تنجيبها ان شاء الله. صافي هادشي اللي كاين. هادو المهم هادو ديال ناديه صاحبتي. هادو هاد الكويسات هادا عطاتو ليا ناديه صاحبتي الله يخلف عليها وشافيها فهاد النهار يا ربي. هانتوما عرفتو راه تتفرح وحق الله كتبقاو تخليو ليها تعاليق وتدعيو معاها وداكشي كتفرح مسكينه والله حتى كتفرح. واحد الانسانه قلبها بحال الدريه الصغيور. انتم المهم كل واحد في الشكل وتطبيصلات ديالهم كل واحد في الشكل داك الشيء كلاصو انيق. هادو عطاتهم ليا ناديه صاحبتي ان شاء الله تلقى في الكوزينه وغادي نحطهم فيها. المهم
شتو كل واحد لوين كل طبيعتيه ديالو شفتو علاش حتى بغيتي تقاد شي كيس. المهم نوريكم بنتي صاحبتي شنو طاب هذا. عطاتني هاد الزوت هادو ما حليتهمش غادي نحلهم معاكم دابا. اشوم ها هي اللي كان هادي مغلفه وليه دايره ليهم تخليفه ديال البطاط. عرفتوا دابا ورناتهم ليا صافي كتشتي مغلفتهم ليا هي قالت لي هاد الزيوت هادو قالت لي واحد كدير في واقيلا في الجذور يا اختي صحي لي واحد قالت لي كدير في الجذور واحد كدهني به الشعر ديالك ويا ناري والله هي كتصحي لي مسكينه مازال ايديها نعم سيري لمسح بالسبونج هذا واحد ديال تساقط الشعر واحد ديال ترطيب الشعر والله اختي بحال علمك الله انا شعري بحال كديري هكا كيزال ودابا شعري راه رطب انا قولي الوحيده اللي خارجه المي طويل يعني راه طويل تبارك الله شعري راه وصلت لهنايا ولكن دابا غدي غير من هنا شويه ناشف لانه كنت كنصباغ وسوشوارات وداكشي اما دابا ريحته وهادو اختي عطاتهم لي الله يخليك عليك والله الا بحال علمها الله هانتوما عطاتني الزيت عطاتني حتى هي الزيت العود الزيت العود حيت هي مسكينه عندها ديك الحساسيه ديال الجلوتين هاد الزيت العود هذا خارج من لابوراتوار يعني دخل لابوراتوار وتفحص وشحال من حاجه عاد خرج ما تقدرش تاكل اي حاجه ما تقدرش تاكل شي حاجه اللي مخلوطه ولا فيها شي حاجه ديال الدقيق ولا داكشي وعطاتني هاد الزيت ديال السمسم هذا قالت لي بالنسبه لبحال ما تقولش تاعول فيه شحال فيه بزاف ديال الفوائد هذا زيت السمسم هذا زيت ديال الجوجلان يعني هذا تقدر ديريه في سلطه ديروه في مثلا في الماكله كاينه قال لي محمد كاين اللي كيديروه اللي كيشربوه يعني ها وكذاك المهم غادا نشوف شحال من الطريقه ديالو وغادا نبقى نديرها لمحمد لانه هو راه عنده يعني بالنسبه للسكر داكشي ديال الدهون داكشي مزيان صافي اشنو خويا اختي نادي عطاتيني عطاتني هاد الكويسه اختي عطاتني هاد الكويسه ديال المغرب عطاتو ليا عطاتني هذا هذا لا تهرس ليا هذا غادي يطلع ليا الدم عطاتني هادو دوزهم معايا حتى خداتهم ليا واحد الشبيبه ما عرفت فين هي واحد الشبيبه واحد العيبه ها هي هذه ديال المعالقه هذه وهادو هادو اللي كديري فيهم الكعبه بحال هكا هادي ديال المليحه شنو اخر عندي هنا صافي بقيت مسكينه شاريه ليا هالطون حيت سمعتني غادي نشري هادشي شريت ليها الطون الكبار انا والله ما شريت صافي قلت صافي هادو راه يكفيوني هالطون راه جوج كبارات وشنو اخر صافي عطاتني واحد الريحه ارماني ديال العود عرفتو كتحمق ليا البنات كتحمق الى شريتها كتبقى في البيت تبقى في الحوايج تبقى في كل شيء فالمهم هادشي اللي كاين احنا غنخلف عليها والله يكبر بها فاطمه الله هذه هذه هي تصيرها ليا هذه هي الفاطمه ديالها صافي وحيدتها شنو هذه سيارة سريعة السارة ديالي مو كانت عندي وحدة كانت عطيها ليا مولاي الله يرحمها مسكينة ولكن هذا الرزقية ديالها تفوقاني عرفتو ليا محمود صراحة عرفتو زوينة كتدفع في كل كفر مدان داكشي فالمهم شوفو عرفتو كيما قلت لكم إلا راح ترى كلشي حمار سبحان الله هاد الزيت هذا باش ما ننساش هذا عطاتو ليا صاحبتي صاحبتي كانت كتقرا معايا عطاتو ليا مولاي مسكينة كنا نعزيو هي عطاتني واحد الإزرة صافي اختي ها خونا صافي درناه هي هادشي انا شريتو شريت خديت غير ثلاثة من هادي وخديت هادو تقولي غتشد هادو غادي غتعصب عليا كتقولي متقلدي داكشي متقلدي كنور مبقيتش كنديرها اختي هادو ديال الزعفران انا ولكن راه بنين ديال الزعفران عرفتي كيجي زوين الله يبعد عينيك خديت هذا خديت فينو هو خديتو مع الفلفين وضروري صافي خديت هاد الفاني وشويه ديال اللويزه خديت البوله ديال الكسكسو
البلبوله ديال الكسكسو هي اللي خدمت الوصفة المبنية. هاد التخليط ديال الهنا هادي نشفتها، اما هاد هادي سميتها ديال الزميطات، هي طاسليا خت طاسليا ماما صاحبتي مصوبها، مصوبها على ايديها هي زوينة هادي، معرفتش شوف صوبينا طبق لي قايم حول داكشي. و صافي مولتي عطيت هاد الكويس ديال القطران، كل مره كنجيبو كيتهرس ليا، ولا كان المفروض خاصني نجيب جوج صراحه. المهم هادي غتلي اخت ماما صاحبتي قلت لكم الزميطه. صافي شنو باقي نقول؟ هاد الزيت هذا سرقته ليا صاحبتي من اكادير، عندكم هاد صاحبتي من اكادير، برافو اختي غنوريكم شنو صيفطات ليا غادي تصدق. علاش خصني نجيب داكشي لاخر؟ زيت ما قلتش لكم هاد الزيتون، تا هو جبتو الزيتون هذا للصفر، وجبت الكحل، صافي وجبت التمر تا هو جبتو، ها هو درتو في الطويزر، صافي هادشي اللي كاين. كما قلت لكم ما شريتش داكشي بزاف، صاحبتي ديال اكادير صيفطات ليا البنات هاد الزيت هذا، صيفطات ليا تا هي الزميطه، صيفطات ليا سلو. واخا الشبافيه والبريوات عطات ليا البريوات، وكاين نص ديال البريوات هنا جابت ليا بنت خالي ملكه الله يشافيها مسكينه هي والله يحفظها يا ربي. نوريكم بنت خالي ملكه شنو جابت ليا عاد نكملو مع صاحبتي تاع اكادير. هادو كتصاوبهم البنات، هانتوما شفتوهم هاد السويكات هادو بحال كوب الكروشي كتصاوبهم فنين. هانتوما هادي راه خفيفه كانت معمراها بالشوكولاط ديال الروشي وداكشي المحمود. وجابت ليا هاد السويكات هانتوما شوفو، عرفتو كتصاوبهم بايديا، هانتوما شتي كتصاوبهم بايديا. بغيت نوريكم هاد المسكينه مريضه والله العظيم، وكتم جايه عندي تجري، غير سمعني جيت ولا غدا كتم جايه عندي تجري. هانتوما هادو كتصاوبهم هي، شوفو من الداخل كي داير، عرفتي فنين حمقوني والله العظيم. شوف كيجي هاكا كيجي زوين، ومصوبته هادو ديال التليفون، قالت لي واش كديري فيه التليفون، كدير لهم من هنايا هاد السطيفه داكشي كتسدي هاكا. وهذا هادو راه كانت معمره قلت لكم في الروشين، بحال هادو زوينين البنات، اخذهم كادوات ولا داكشي، انا والله ما عرفتش واش تبيعهم ولا غير كتصوبهم هكذا. صافي وجابت ليا مسكينه البريوات، حيت الشاب بنت خالي الله يرحمه كانت ديما تجي في حياتي، امي اصلا تجي عندي تم جايه تجري عندي، تم جايبه ليا من سمعني غدا نمشي معايا خدمه داكشي تاع هادشي ديال الحوايج داكشي، جايب ليا الحوايج التراول البريوات ديما 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 البريوات ديما سبحان الله. وجات هادي مسكينه قالت لي ما نقدرش ما نجيش عندك، قالت لي عمتي تغضب عليا وحق الله العظيم ما تيش حاجه بشحال مكينه، قعدت انا قلبي طايبه اذا وحق الله الله يخليك عليك احلى يمشي الله يكبر بك والله يشافيك الله يشافيك وشكرا لك والله ديما مفكراني. واخا انا صراحه والله العظيم تسول لها مره ومره لا ومره ومره لا، ولكن اللي تيبغيك شوفوا البنات اللي تيبغيك كيتامس لك العذر وكيبقى يسول لك، وعارفك انك عندك ظروف عندك مشاغل الحياه، ديما كيبقى يسول عليك وديما كيبقى يجي عندك، ما تيبقاش يتحاسب معاك يقول لك لا ما سولتيش فيا لا ما درتيش لا، هذه تبقى دائما يعني سبحان الله. كاين شي ناس اللي قلبهم سبحان الله بيض ما عندهمش داكشي تاع الحساس. فصافي هادشي اللي قلت لكم هادشي جابته ليا، وجابت المحمود ديما مولفه تجيب محمود الالعاب وبيموات وداكشي الله العظيم، عشان ما لقيتش فين نخشيهم ولكن قلت غادي نديهم لي. وجابت ليا البريوات والنص الاخر فيه بريوات ديال هما كلهم ديال اللوز، صيفطات ليا صاحبتي ديال اكادير وصيفطات ليا الشباك ديال التليفون وصيفطات ليا السلو، غير هي الشباكيه عرفتوها البنات اش غنقول لكم، وصلتها مطحونه، حيت علاش كنت دايراها في واحد الصاك وداك الصاك في ايديا فوصلت مطحونه، ورغم ذلك غادي ناكلها معنديش المشكلة. وسلو صيفطات ليا أملو، صيفطات ليا الزيت هاهو الزيت، وصيفطات ليا الزميطة، وصيفطات ليا هادي هادي أختي هادي هادي أختي صيفطات ليا هاهي مليتي، وهي نالتي تحلي، راه خفت نحط أختي هنا طيح ليا حيت الطابلة زيرو، معرفتش كيفاش غندير لها صبر. اير فراير صيفطات ليا اير فراير اختي الله يخليك عليك صحيبتي الزوينه
عطيك بربيك والله العظيم زعما عرفتو هاد الافراج حلفت عليها قلت ليها لا رغم ذلك يعني سبحان الله وقلت لي انه بالنسبه ما غاديش توصل محاولش توصل اولا يقول لي خلصي عليها ولا ما تشي حنا عندنا غالي هنا طبعا الحال انت مدخله هذه يقول لك خلصي عليها شو هذه شو ديك شويه شريت ليا ليله فقلت محال واش غادي توصل ولكن الحمد لله ربي كبير يعني اللي اللي نيتو مزيانه وداك الشيء راه ربي كيسهل لي اموره غير ملي تكوني مسافره ولا هكذا طلبي التيسير من عند الله فالمهم هذه البنات صفطت عليا الله يكبر بها الله يحفظها ليا الله يشافيها حتى هي مسكينه قلت لهم نقول لهم صحاباتي تلاقينا عاد معاهم باش كنا مرات الله يجيبها مسكينه زي هي مريضه مسكينه عندها القلب عندها داك الشيء ديال النقراس والكوليسترول المهم الوالد ديالها وعيا شويه الله يشافيه والله يكون معاهم اشنو اخر صافي اختي صحيتي هي هادشي اللي صيفطت لي ديال الاجازه دابا اختي غنوض لكم داكشي اللي باقي مول اختي المهم انا كنت وريتكم شحال هادي واحد البيجامات واحد واحد المهم داكشي جديد بيجامه جديده واحد بيجامه اخرى عاوتاني وما عقلتش داكشي بزاف هذا نوريكم اختي عطاتني هادي ديال هادي ديال ديال الوافل ها هي شو هاد الماكينه ديال الوافل و عطاتني هادو ديال المهم هما فيهم هادو فيهم وافل فيهم هادو ديال شنو سميتو هادو ديال المادلين هادو مبغاش يشعل هذا جبتو ليا لي اختي اختي نسيناه نزيد نوريكم هذا بالمخدات ديال واو كنا لاوين فيه هذا جبتو ليا لي اختي عرفتو زوين كاع حمق ان شاء الله تنفرشو معاكم وناسقوه شويه المهم هذا مخدات ديال ديناموسيل جوج مخدات وكاين واحدين اخرين وهذا عطاتني انا لختي قال لي واش راه ملي كتجيب لي داكشي عندي واحد الركنه هكا دايره فيه هذا حتى هو عطاتني انا لختي هذا كانت فرشه لينا نعسيد عليه انا مهموم صافي قالت لي خذي واخا صافي قلت لها راني لا خصني نصبني قالت لي اللي عطاك شي حاجه بقا تقول لي لا صافي خصنا نصبنو ولا نحيدو فقنا نصبن ولا نحيدو ولكن غزال زوين هذا نفرشو في بيتي نفرشو بيت محمود شتو فيه غوتشي فيه هاد ميكي ماوس غير هو خصني نصبنو سيرت باش تصبن وعطاتني هذا مولاتي هو هذا فن عرفتو البنات علاش عجبني حيتاش هذا كيسميوه اللحاف دابا هو راه ثقيل تا هو محوق لو كان تقل ديك الباليزه كتدخلي فيه بحال كتدخلي فيه داك شتو ها هو علاش كتبقى تما هو طرطقات دابا هو راه فيه جوج ديال الجي جوي في هاد الجهه وهاد الجهه وفي واحد طرطقات كتدخلي فيه كتدخلي فيه داك شنو سميتو ماشي المونطا كتدخلي فيه المهم داك بحال البيبر كتدخلي فيه لداخل صافي كيولي بحال ملايات كيولي بحال ملايات هنا كيسميوه اللحاف ولا كيسميوه كوفيرتا ما سميتو كوفيرتا هادو المخدات ديالهم عرفتي المخدات ديالهم كبار عرفتي اش غندير ليه وقيلا غير نقسمهم على نص المهم علينا غنشوف صافي حبيباتي هادشي اللي كاين باقي شي حاجة أخرى أختي من طوالة مخبيتش عليكم حتى شي حاجة ولا خبيت عليكم شي حاجة سمحوا ليا صافي هادشي اللي كاين البنات المهم في هاد الفيديو ان شاء الله كنقول شكرا كل واحد شكرني صيفط ليا كبر بيا جا عندي الله يكبر بيكم الله يحفظكم ليا ما كتخيلوش شحال زوينه الواحد ملي تكوني جايه يعني جايه انت متغربه وداكشي واحد يسول فيك ولا يكبر فيك والله ما ماشي قضيه انه يعطيك الحاجه لا غير مجرد ما يتفكرك راه عندك شي حاجه كبيره فهمتي خصوصا انت ما كاينش الام ما كاينش الاخ ما كاينش دوك الناس اللي كنتي كتجي كتلقايهم مثلا هو وخويا كتجي كنلقاهم كن يعني فهمتي مبصرين عليك معمرين عليك الدار الله يكبر بكم الله يحفظكم ليا الله يدوم بيناتنا المحبه يا ربي بدون اي مصالح بدون اي شي حاجه هكذاك لله ولوجه الله شكرا لكم نتوما المتتبعين ديالي الله يحفظكم ليا حاجه بسيطه عرفتوا البنات غنعاود لكم واحد الحاجه بسيطه وقعت لي البارح قسما بالله باش تعرفوا الله كيقول لك هنا في مصر بحال تيطبطب عليك يعني بحال قال لك الله تيطبطب عليك بصح
كاين شي حاجات اللي نتوما ما تعرفوهاش، ولكن الحمد لله بارح واحد المتتبعه صيفطات ليا قالت لي بغيت الرقم ديالك، صيفط ليها الرقم ديالي كنظن هي صيفط لها الرقم ديالي في اليوتيوب يعني في الميساجات في الرسائل. المهم دخلت عندي قالت لي انا متتبعه ديالك وشفت العمره وتفكرتك وبغيت ندعي لك، انا واحد الشويه غادي نتصل بك ابي الفيديو باش نوريك الكعبه ودعي بداك الشيء اللي بغيتي. هادشي اللي حلات ليا والله مابقاش كنشوف، انا اللي حلات ليا باش كنقول شنو معناتها هذه، شنو معناها يعني وحده انا ما تنعرفهاش، هي تتعرفني يقول هي متبعاني شنو معناتها انه تفكرك ان تمشي وتفكرك وتقول لك نحل لك الكاميرا ودعي وشوفي الكعبه وتقدع شوف قدي معايا دعي معايا دعي معايا مسكينه قسما بالله. شوف مابقاش يعني مابقاش لاقي ما نقول ليها، يا ما عرفتش اشنو نقول ليها، نقول لها شكرا الله يكثر خيرك الله يجازيك بالخير، هادشي اللي هادشي اللي تنقول لها سبحان الله. يعني الناس عارفي انك انت واحد الانسان قلبك مزيان مزيانه ماشي خيبه، يعني ماشي 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 قلبك كحل، فالحمد لله بزاف ديال الاشياء كيعطيها لنا ربي علامات، فدائما خصنا يعني نبقاو نفكروا فيها ونقولوا علاش. الحمد لله رب العالمين، شكرا لكم نتوما، الله يكبر بيكم، كنتمنى نكون ما طولتش عليكم في هذا الفيديو، ان شاء الله دابا فيديوهات غادي نبداو فيديوهات زوينين وزانين، هاد الإزدال اللي غيسولوني عليه هذوك اللي كنبيعو، خداو منهم بزاف ديال البنات، يلا نقول لكم باي باي، نشوفكم فيديو آخر زوين.